السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في قناه مول المكانه. اليوم اخوتي غادي نوضح هذيك المساله ديال السيده اللي لاحت الاطفال ديالها من الطبق الرابع في مدينه الدار البيضاء بالحي انسي. هاد السيده هذه اللي كانوا تكلموا عليها الجيران ديالها وقالوا على انها سيده الله يعمر لها الدار، سيده عطوفه، سيده داخله سوق راسها، ما كتجلسش مع الجيران بزاف، ما كتخرجش بزاف. وهذه شهاده ديال الجيران ديالها وديال الزوج ديالها وديال ام الزوج، هذه شهاده موثوق بها. هاد السيده هذه ما قدر الله شاء فعل. هاد السيده وقع ليها مسكينه هاد الشيء هذا، ولكن راها خوتي كما قالت لكم الام ديال الزوج ديالها، راها سيده مريضه وخصها تعالج، راه ما خصهاش الحبس. هاد السيده هذه غيكون بها مرض نفساني اللي خلاها تلوح الوليدات ديالها. هذاك المرض راه كياثر على الناس اللي كيمتلكهم، كيبقى يخبر لهم في راسهم شي اشياء وشي افعال يديروها لا لا لا، ما واخا ما تكونش عندك معنيه في الامر وما تكونش عندك في الامر ديالك كتشي تعملها. هذا المرض هذا راه مرض قهري، وسواس قهري ومرض واعر. هاد السيده هذه كتعاني منه، واخا حنا كنعرفوا ان جميع البيوت المغربيه راه كيكون فيها واحد كما قالت الام ديال الزوج ديالها اي حماتها، قالت على ان هاد المشاكل راه في البيوت المغربيه، اي بيت من البيوت كيكون فيها واحد المشاكل، مشكله صغيره، مشكله مع الوليدات، مع الحماد ديالها، مع الزوج ديالها، هذه مشاكل تتكون عابره. هاد المشاكل واخا يكون عندها مشاكل كثيره، هاد السيده ما غاديش تمشي وتلوح الوليدات ديالها من الطبق الرابع. هادوك راهم ولادها، ماشي لعاب، ماشي شي حاجه اللي هي ميؤوس منها. هذوك راه وليدات، هذوك راه فلدات الكبد ديالها، راه ما يمكنش شي ام اللي هي بواحد العقل اللي هو عقل صحيح وعقل متوازن على انها تمشي وتلوح الوليدات ديالها. هاد السيده هادي اللي فاقت في الصباح على خير وبخير، هضرات مع الحماد ديالها، قالت لها تقدا ليها، جابت لها باش تصايب الفطور، جابت لها باش تصايب الغداء، في الاخر خلات الحماد ديالها خرجات وخرج الزوج ديالها للعمل، تناضت ودات ولادها للطبق الرابع وبدات كتلوح فيهم واحد تلو الاخر حتى كملاتهم. هاد الوليدات هادو شنو ذنبهم؟ هاد السيده هادي راه ما خصهاش الحبس، راه خصها تمشي تعالج، خصها طبيب اللي يعالجها. وكنتمناو لها الشفاء. من هاد لا فيديو اللي كندير كنطلب معها الله يشافيها. هاد السيده هادي اللي مشات وهزات الوليدات ديالها للطبق الرابع، خلات حماتها خرجات وهزات الوليدات ديالها للطبق الرابع ولاحتهم بدون شفقه بدون رحمه. اي هاد السيده راها مريضه وخصها تعالج اخوتي. هاد السيده راه خصها طبيب وخصها اللي يشرف عليها وخصها اللي يعالجها ويتابع المعالجه ديالها حتى تشافى. اللي دار دارت هاد الخطوه هادي، مره اخرى يمكن دير شي حاجه في راسها، الله اعلم. هاد السيده اللي تصابت به لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه اثرت في جميع المغاربه. كنتمناو لها الشفاء وكنتمناو من سيدي ربي يدير اللي فيها الخير. ما عليناش، هاد السيده اللي مشات دابا داوها للحبس، الوليدات هزوهم داوهم المستشفى، تيشرف عليهم الدكتور خالد المشرف على علاج الاطفال. عندها ثلاثه الاطفال. انا جيتكم اخوتي بواحد المعلومه اللي هي صحيحه، على ان الناس جميع القنوات كتقول على ان الوليد اللي عنده 10 اشهر راه مات. اخوتي هذاك الوليد راه مازال ما ماتش، انا جيت نصحح هذه المعلومه، هذاك الوليد راه ما ماتش. والمشرف عليهم الدكتور خالد هو اللي المشرف على العلاج ديالهم، علاج الاطفال. كاينه عندها ثلاثه الاطفال، الطفل اللي عنده 10 سنوات عنده ردود في الصدر ديالو وفي الحوض، دابا راه كياخذ العلاج ديالو وغادي بحاله ديالو مستقره. اما الطفل اللي عنده 5 سنوات، الاسم ديالو يوسف، عنده ضربه في الكليه ديالو اليسرى وفي الصدر ديالو. ومحمد امين هو الطفل ذو العشر سنين، العشر اشهر، هو الطفل اللي كلا هذيك الضربه الواعره، جا في الضس. كون ما جاش في الضس ما كانش غادي يكون عنده ردود في المخ ديالو، وعنده كسر في الفخذ الايمن.
وداير انه الان هو الان راه في الانعاش، داير انه تنفس اصطناعي، وهذا الوليد هذا هو اللي تكرفص في الوليدات كلهم. هذا الوليد عنده 10 اشهر، انتم عارفين اخوتي الوليد اللي كيكون عنده 10 اشهر تيكون مازال العظام ديالو طري، مازال فتي الله صغير، باقي ما يتحملش الضربات او الصدمات، وهذا الشيء اللي اثر في هذاك الوليد الصغير. كنتمنى له الشفاء العاجل. هاد الوليدات هادو اللي ترموا من الطبق الرابع، كما كانش هذيك الجرده انا كنقولها وقالوها جميع الجيران ديالها، كما كانش هذيك الجرده فيها القليل من التربه، التراب هو اللي هز لهذوك الوليدات اللي ترموا. ملي رمات هذوك الوليدات الجوج دو 5 سنين والعشر سنين، ملي رماتهم جاو في التراب، وخا تصابوا برضود وكسور ماشي بحال هذاك الوليد الصغير اللي جا في الدص. يعني هاد السيده كترمي وما على بالهاش ان وليداتها فين عيطرما ولا وليداتها فين عيجيو، صافي بدات كتلوح لوح 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 حتى كملاتهم. وهاد السيده هادي اخر كلمه قالت ملي هبطات وتلاقات بالزوج ديالها اللي توصل بالخبر وتوصل بهذيك الفاجعه اللي وقعت لوليداتو، جي كيجري هبطات للدار على خير وما على بالها والو، لبست الجلابه ديالها، دارت الزيف ديالها ومشات للكوميساريه باش تديكراري براسها عند البوليس. ملي هبطات وتلاقات بالزوج ديالها اخر كلمه قالتها قالت له على ان هاد الوليدات اللي بيني وبينك انا رميتهم، احنا سالينا. هذه الكلمه الاخرى اللي قالتها وبشات عند البوليس، والزوج بالهلع والفزع اللي تصاب به ما قلبش عليها، خلاها بشات وبشا كيجري للجرده كيقولوا زيد راه ولادك في الجرده راه مليوحن من الطبق الرابع، راه لاحتهم الزوجه ديالك. فهاد الصدمه كانت كبيره وكبيره على الزوج وعلى الحمات حتى هي، ملي توصلت بالصدمه كيجيو كيلقاو وليداتهم مرميين في الجرده، مكرفسين، شي كيبكي شي كيغوت. ملي سول الوليد الكبير داو 10 سنين قال له ماما لاحتنا بابا، ماما لاحتنا من فوق السطح بابا. هاد الاحساس هذا الله يكون في العون الجميع. كنتمنوا على ان هاد الزوجه هادي تمشي تعالج، راه هاد الزوجه راها مريضه مرض نفساني، وخا تكون المشاكل اللي تكون اخوتي انا باقا كنقولها وكنكرر الكلام ديالي، راه اي مشكله ما تزعزعش المراه تقتل ولادها او لا تحاول تقتلهم او لا ترميهم من هذاك العلو كامل، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد السيده راه خصها تمشي تعالج وتعالج راسها. كنتمنى اخوتي نكون وصلت لكم المعلومات الكافيه، وكنتمنى تدعمونا في القناه ديالنا، وشكرا لكم.